عصابة إب فيديو، إب فيديو جانج، وفيديو جديد. قبل ما ابدا فيديو النهارده احب اشكركم جدا 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 على 12000 مشترك. كنتش متخيل بصراحه ان انا يعني فجاه كده قناتي على كده وجيب 12000 مشترك. بجد فرحان جدا، وباذن الله يعني استمر في الفيديوهات واحاول ان انا اطور من نوعيه الفيديوهات ونعمل لكم فيديوهات حلوه وتفرحكم وتضحككم دايما. وكل سنه وانتم طيبين. المفروض اللي يعني النهارده تاني يوم عيد، ما عملتش اي حفل عيد والله، بس بس الواحد بيحاول يرفع عن نفسه. كل شويه قاعد على الفيس، قاعد على اليوتيوب، كله نت، يعني الواحد مش عارف يعمل اي فعاليات جديده في العيد ده بسبب الحظر والكلام ده. بس خلينا في فيديو النهارده. فيديو النهارده من سلسله ضحك للصبح. السلسله دي بدخل على الفيسبوك، الناس اللي ما تعرفش السلسله دي بدخل على الفيسبوك وبشوف فيديوهات مضحكه انتوا بتكونوا مثلا عاملين عليها منشن، او اي حد بيكون عامل لي منشن بنقعد ننزل ونشوف ونتصفح، بنشوف فيديوهات ونعمل عليها رياكت ونشوفها هل فعلا هي تضحك ولا لا. فقبل ما نبدا فيديو النهارده، مش تحط لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الجرس عشان يظهر كل الفيديوهات الجايه الجديده. ويلا بينا عشان متحمس بصراحه الفيديو النهارده، ويلا بينا نشوف لما حد يحاول يفتح معايا موضوع. بعيد نفس الكلام. بعيد نفس الكلام. فعلا يعني لما حد يكون بيفتح معاه موضوع بيقول حاجة وانا اقوم قايل نفس الحاجة اللي هو قالها، اللي هو بقول لك ايه اعمل ايه، اقول له يعني انا كويس بس قول انت بقى اعمل ايه، اللي هو بقول نفس الحاجة اللي هو قالها. انا مش حلوة دي. اول فيديو جامد. انا سمعت الموسيقى دي فين قبل كده؟ يلا بينا نشوف الفيديو ده. هل تريد ان تعلم بماذا ستنتهي سنة 2020؟ نعم ام لا؟ هو ده نعم. هل انت متأكد؟ اخرج هاتفك واتصل بالرقم التالي. كل ده رقم؟ هو ده صح يعني. واضح بجد ان دي نهاية 2020، يعني من الحاجات اللي بتحصل فيها، الحاجات الجميلة جدا اللي بنشوفها. لا لا فعلا حاجة مؤسفة جدا يعني. هو لا لا حلو حلو جميلة، جامد جامد جامد. الفرق بين الكمامة القماش والعادية في 40 ثانية عشان بس ربنا يستر. يلا بينا نشوف الفيديو ده. صح، دي ما حدش يجيبها ده يا جماعه، مش حلوه يعني. مدرب اكيد مش اللي هو مش بيعدي اكيد. والله فعلا يا جدعان، يعني موضوع الكورونا اللي في مصر ده مضايقني، لان الوضع كل شويه بيزداد سوء واحنا مش عارفين نسيطر على الوضع. انتوا فاهمين ازاي؟ كل شويه حد يموت يعني مش عارف. والله انا متابع موضوع الكورونا ده بقالي فتره، يعني انا يعني جه وقت كده قررت ان انا مش هتابع موضوع الكورونا، بعدين قلت لا ده لازم نتابع موضوع الكورونا بقى، ده ما ينفعش العالم كله بيتكلم عليه، وبالذات كمان عندنا في مصر الدنيا يعني زادت اكتر يعني. فبعد الفيديو اللي انا شفته ده انا مش عارف اجيب الكمامه دي ولا دي، فانا مش هجيب كمامات خالص. ورايح الجمجمه. هنشوف الفيديو ده بدون عنوان. هيعمل ايه؟
اوه اللي حصل ده يا جدعان؟ تخيل كده انت وصاحبك بتلعب اللعبه دي وما جاتش، واللعبه في الحج الصحي بقى والملل وما جاتش ما جاتش وبوم يدق. ادهم نابلسي صح والله، لايقه. حلو قوي، لايقه جدا. لا يكون في عون والله. الفلوس عمرها ما كانت كل حاجه، وعمرها ما كانت بتشتري السعاده. يعني انا مثلا لو سالتني ايه اللي بيسعدك، هقول لك بص على اول كلمه، الفلوس يا جدعان. او بص، طب ليه يعني؟ حتى شكله ده، حتى عارف انتوا الصور اللي هي القديمه اللي هو بص كده واللي هو اضحك وحط ايدك كده والحاجات دي، هي دي، هي دي الحاجات دي. يا حول والله شكله يضحك قوي. فبس كده فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. لو عايزين اللي احنا نستمر فيه نوع من الفيديوهات ده، واللي احنا ندخل على الفيسبوك ونشوف الميم والكوميك والحاجات اللي بتتعرض على الفيسبوك اللي هي مضحكة، فوصل الفيديو ده 50 لايك واشترك في القناة عشان مشوارنا الجاي بإذن الله 20,000 مشترك. بجد فرحان جدا، بجد بجد فرحان أوي إن القناة قاعدة بتزيد، وإن شاء الله هتقدم لكم الأفضل والأحسن. إن شاء الله يبقى يعني ممكن في الأسبوع أنزل لكم فيديوين 3 4 على حسب. وفي كده كده في عندنا قناة تانية للجيمنج بنزل عليها يوميا. فشكرا لدعمكم ليا بجد بجد، يعني طول الفترة اللي فاتت دي وطول شهر رمضان. فبس كده شباب، فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. متنساش تحط لايك للفيديو، مش عارف عملت ايه، بس لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعل زر الجرس عشان يظهر لك كل الفيديوهات الجاية الجديدة. وبس كده، عصابة ايبي فيديو، ايبي فيديو جانج، وسلام.